بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم على الله. وعالك. وعالك. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يبين جانبا من عظمة رسول الله صلى الله عليه واله في الصلوات الشعبانية التي نقرأها إن شاء الله في كل يوم في شهر شعبان هكذا يعلمنا الإمام السجاد بمنزلة رسول الله وبمكانة رسول الله. يقول عليه افضل الصلاة وازكى السلام: اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا اليك مهيعا واجعلني له متبعا. لبيان ان رسول الله طريق الى الله. نقول الله عز وجل في القران الكريم يقول وان ليس للانسان الا ما سعى، السعي بمعنى الحركه الشديده، مو الحركه البطيئه ولا الركض، للسعي مبدا ومقصد، واحد لما يتحرك اما ان يتراوح في مكانه او يرجع القهقره او يتقدم. اللي يتحرك يعني أدى مبدا وله مقصد يريد ان يذهب الى ذلك المقصد ما هو مقصد الانسان الى اين سعى الانسان الى من سعى الانسان الى متى تكون حركه الانسان الله عز وجل في القران يبين ويقول الى الله المصير الحركه تكون الى الله الى الله تصير امور الى الله. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك الى ربك كدحا فملاقيه. الحركه السعي يكون الى الله عز وجل. ولكن هل لله جسم؟ يعني الله في مكان احنا نتحرك الى الله عز وجل، الله مو عنده جسم، الله محيط بنا، اقرب الينا من حبل وريد فكيف تكون الحركة إلى الله عز وجل؟ الحركة إلى الله تكون عبر مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى المعرفة، معرفة الله. السعي إلى الله، الحركة إلى الله، القرب إلى الله، تكون عبر معرفة الله عز وجل. المرحلة الثانية محبة الله عز وجل. المرحلة الثالثة طاعة الله، هذه ثلاث مراحل لكي تكون حركة الإنسان إلى الله عز وجل. أما المرحلة الأولى معرفة الله، كيف يكون معرفة الله؟ معرفة الله لا يكون إلا بمعرفة الإمام، كما في الروايات لو عرفت الامام فقد عرفت الله ولو جهلت الامام فقد جهلت الله. عقد سلبي وعقد ايجابي. في العقد الايجابي يعني الارتباط التلازم الوثيق بين معرفه الله ومعرفه الامام، تلازم ماكو انفكاك. ما تقدر تعرف الله بدون ان تعرف الامام، الامام هو الطريق الى الله عز وجل والى معرفته. في العقد الايجابي الكليني رضوان الله عليه في الكاف الشريف في كتاب الحجه يقول سئل الحسين عليه السلام عن معرفه الله شنو معرفه الله؟ قال معرفه اهل كل زمان امامهم الذي يجب طاعته عليهم تريد تعرف الله؟ معرفه اهل كل زمان امامهم هذه معرفه الله يعني هذا الطريق الى معرفه الله عز وجل. ان تعرف امامك. الان امامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، اذا عرفته فتصل الى معرفه الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه واله يقول: الا وان عليا هو العلم. العلم يعني شنو؟ يعني العلامه. الرايه المرفوعه في يوم القيامه الناس يجون كل واحد يكون تحت راية من الرايات تحت علم من الأعلام شيعة علي سلام الله عليه يكون تحت راية حيدر الكرار سلام الله عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ألا وإن عليا هو العلم فمن قصر دون العلم فقد ظل لازم لازم العلم متقصر ومن تقدمه تقدم إلى النار ومن أخذ يمينا فقد غضى، ومن أخذ شمالا فقد هلك فهل سمعتم قالوا بلى هكذا أن تتبع علي بن أبي طالب سلام الله عليه هذا العلم يوم القيامة الله إذا واحد يجي ويقول أنا أعرفك يا رب تعرفني عبر من؟ عبر علي بن أبي طالب فإلى الجنة وهنيئا لك عبر غير علي بن أبي طالب أنت ما تعرفني تجهلني هذه الرايات تأتي في يوم القيامة إذن علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو من عرفكم في زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن الإمام الهادي سلام الله عليه من عرفكم فقد عرف الله من جهلكم فقد جهل الله ما يوصل إلى المعرفة يوم ندعو كل أناس بإمامهم أنه لازم يكون لك طريق لذلك في الصلوات الشعبانية الإمام السجاد يقول وطريقا إليك مهيع شنو معنى المهيع؟ المهيع يعني الطريق الواسع الواضح البين ماكو بي التفاتات هذا الطريق مو انه ما يخرج لا لا هذا الطريق الواسع الى الله هو رسول الله صلى الله عليه واله والائمه سلام الله عليهم كلهم نور واحد هذا الطريق واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا اليك مهيعا المفروض تريد توصل الى مكان تسعى نحو مكان تتحرك الى مكان ذاك المقصد ما لازم تاخذ يمينا او شمالا، تروح الى مقصدك الى المنتهى مباشرة، الطرق الاخرى لا توصلك الى الله عز وجل، الطريق الموصل هو رسول الله صلى الله عليه واله. اذا هذا العقد الايجابي. معرفة الامام، معرفة الرسول هو معرفة الله، وهناك عقد سلبي، رواية اتفق عليها الفريقان. من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه، ميته الجاهليه كيف كانوا يموتون؟ مشركين او كفار. يعني ما يعرفون الله عز وجل، اللي ما يعرف امام زمانه هذا يموت ميته جاهليه. لازم تعرف منزله الامام، مكانه الامام، قدر الامام، الامام الله عز وجل جعله قمه القمم، فلنعرف منزله الامام. لو عرفنا منزله الامام لعرفنا منزله لعرفنا الله عز وجل حق معرفته الامام مرتفع من حيث الذات ومرتفع من حيث الاكتساب قمه فوق الرسول صلى الله عليه واله يقول اول ما خلق الله نوري هذا وجود نوراني وهو اوله مخلوق لله عز وجل في زيارة الجامعة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محتقين فالواحد سأل الإمام شنو كنتوا تسوون أنتوا ملايين السنين أكثر أقل كنتوا حول عرش الله عز وجل قال كنا نعلم الملائكة الملائكة ما كانوا شايفين شيء فنحن كنا نعلمهم سبحنا فسبحت الملائكة في الرواية المفصلة هذا الذات المرتفع أصبح العلة المادية لخلق الأفلاك والكواكب والأراضين الرسول صلى الله عليه وآله يقول إن الله فتق يعني فتح نور ابنتي فاطمه فخلق منها السماوات والارض الا وان ابنتي فاطمه اعظم من السماوات والارض هكذا هذا رفعه الذات في روايه اخرى النبي صلى الله عليه واله يخاطب عليا ويقول اول ما خلقه الله هو انا بعد ذلك خلقك انت يا علي وبعد ذلك خلق الافلاك الصدوق رضوان الله عليه يقول يعني لهما القيوميه على باقي الاشياء والكائنات المخلوقه. هذه الروايه ايضا ينقلها القندوزي في كتابه المخالف يقول بعد ذلك في هذه الروايه نفسها يقول والملائكه خدامنا وخدام محبينا الملائكه خدام لاهل البيت بل خدام لمحبي اهل البيت. عليهم افضل الصلاه وازكى السلام. لذلك ذاك يقول: قيل لي انت اوحد الناس طرا في فنون من المقال النبيه لك من جوهر الكلام بديع يكشف الدر عن يدي مجتبيه فعلام تركت مدح ابن موسى الامام الرضا سلام الله عليه. والخصال التي تجمعنا فيه قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه محمد هذه رفعة من حيث الذات ورفعة من حيث الاكتساب رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا أديب الله وعلي أديبي ما عرف الله إلا وأنت يا علي إذن معرفة الله السعي نحو الله يعني معرفة الله كمرحلة معرفة الله لا تكون إلا بمعرفة الإمام المرحلة الثانية لذلك العلامة المجلسي رضوان الله عليه في البحار بعد ذكر هذه الروايات يقول قد ثبت في الأخبار أنهم يعني الأئمة سلام الله عليهم العلة الغائية لهذا الكون وكل المعارف والعلوم منشأها أهل البيت سلام الله عليهم حتى علوم الأنبياء والأوصياء هذه الرفعة الله جعلها لأهل البيت فهم الطريق المهيع إلى الله عز وجل المرحلة الثانية محبة الله. تريد تصل الى الله؟ الى الله المصير، كيف يكون السير الى الله؟ الحركة الى الله؟ بمحبة الله. والذين آمنوا أشد حباً لله. يزداد حبهم لله كلما ازداد إيمانهم، ولكن في زيارة الجامعة أيضاً ماذا نقرأ؟ من أحبكم فقد أحب الله، أيضاً هذا الطريق. طريق محبة الله محبة الرسول صلى الله عليه واله ومحبة أهل بيته. ومن أبغضكم فقد أبغض الله. اللي ما يروح من طريق أهل البيت هذا شنو يكون؟ يكون شرير. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ألا وإن الدين قد كان أسيراً في قيد الأشرار. هذا الدين الإسلام. اللي اجا واغتصبوا الخلافة يمكن يدعون أننا نحب الله بس بما أنهم يمكن يدعون طبعا لم يعتقدوا بالله طرفة عين كما في الروايات بما أنهم لم يتبعوا عليا فأصبحوا من الأشرار فهذا الدين قيدوه هؤلاء سجنوه في قيد الأشرار بعض الأحيان الإنسان يرتفع يرتفع أمره من درجة المحب الى درجة المحبوب، يعني تنقلب المعادلة، مو انه بس انا احب الله عز وجل، بالعكس الله عز وجل يحبني. الإمام السجاد نقلت هذه القضية كان يذهب إلى الحج إلى بيت الله الحرام مع مجموعة في حملة. ما يعرفوا الإمام السجاد ما يعرفوا الجماعة فإذا بالماء انتهى الابيار اللي كانت في الطرق في المنازل ايضا كانت جافه قحط او شبه القحط فدعوا الله هذول اصحاب الحمله دعوا الله عز وجل ان ينزل عليهم المطر الا انه لم يستجب دعائهم، الامام قاعد في مكان في زاويه اتوا الرجال الذاهبون الى الحج الى هذا الرجل الجالس قالوا يا هذا أنت تعالوا ادعوا الله عز وجل أن ينزل علينا المطر يمكن الله يستجيب دعائك هم ما يعرفوا فرفع الإمام يديه وقال شوفوا شلون عبارة اللهم بحبك إياي مو بحبي إياك بحبك إياي إلا سقيتهم الغيث فأتت السحاب ونزل المطر ببركه دعاء الامام هذه المعادله معادله تحب الله فيحبك الله فيحبك الله لذلك كيف يمكن هل يمكن لغير الامام السجاد سلام الله عليه ان يكون محبوبا لله نعم الله عز وجل في القران يذكر قل ان كنتم تحبون الله شنو فاتبعوني محبه الله يعني اتباع رسول الله يحببكم الله بعد ذلك يحبكم الله، لذلك الامام السجاد في الصلوات الشعبانيه يقول: "وطريقا اليك مهيعا واجعلني له متبعا" هذا الطريق يا رب اجعلني له متبعا، لو اتبعت رسول الله صلى الله عليه واله هذا السير الى الله يحصل، "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني" يحببكم الله عز وجل. المرحلة الثالثة من السير إلى الله الطاعة إطاعة الله عز وجل واحد يجب أن يطيع الله عز وجل كيف تكون طاعة الله؟ لا تكون طاعة الله إلا بطاعة الإمام. من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله إذا كل الطرق إلى الله تكون عبر الأئمة سلام الله عليهم عبر المعصومين طاعة الله لا تكون إلا عبرهم فقط وفقط ماكو طريق آخر الطريق المهيع رسول الله والأئمة سلام الله عليهم أجمعين إذا من أطاعكم فقد أطاع الله الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عليكم بطاعته من لا تعتذرون في جهالته اطيعوا من لا تعتذرون في جهالته العذر بعد مو مقبول لو لم تعرفوه العذر مو مقبول عليكم بطاعته من لا تعتذرون في جهالته ابن ابي الحديد المعتزلي صاحب شرح نهج البلاغه هنا يذكر انا علي نفسه عليكم بطاعتي يعني بطاعه امير المؤمنين بعد ذلك يقول ومن لم يطعه ولم يعتقد بإمامته والزام امامته فهو هذا مو انا الشيعي اقول ذاك المخالف ده يقول يقول فهو مخلد في النار لا تنفعه صلاه ولا صوم لأن الاعتقاد بذلك من الأمور الكلية. يعني لازم نعتقد بهذا الرجل. إذا ما نعتقد بهذا الرجل فيكون الخلود في النار، فطاعة الله عز وجل عليكم بطاعة من لا تعتذرون في جهالته طاعة علي بن أبي طالب، اللي هي طاعة الله عز وجل. في رواية أخرى في نهج البلاغه ايضا عن امير المؤمنين حول العتره انه هؤلاء السنه الصدق فانزلوهم يعني انزلوا العتره الطاهره لرسول الله صلى الله عليه واله فانزلوهم يعني العتره باحسن منازل القران ابن ابي الحديد ايضا يقول هنا يقول ان قلت هذه العباره انزلوهم باحسن منازل القران تدل على عصمه العتره يقول اذا انت استشكلت هكذا قلت لم يثبت شوف المعاند كيف يقول يثبت عناده ونفاقه يقول لم يثبت لنا ذلك يعني ان العتره معصومه وانما الثابت ان عليا معصوم وهذا كلام علي إذا علي معصوم وهذا كلامه يعني لا يخطئ اذا العتره معصومه ولكن كيف وقد ضرب الله على قلوبهم مقفولة قلوبهم يذكرون الحق ولكن ينكرون اذا هذه مكانه عتره رسول الله هكذا شان اهل البيت سلام الله عليهم في روايه يقول رسول الله صلى الله عليه واله فاطمه بهجة قلبي او مهجة قلبي وبعلها نور بصري وابناؤها ثمرة فؤادي والائمة من ولدها امناء ربي حبل ممدود بينه وبين الناس الحبل الى الله هؤلاء مهجة القلب يعني الدم اللي يكون حول القلب في القلب اللي لو خرج ذلك الدم يموت الإنسان فاطمة مهجة قلبي وبعلها نور بصري وأبناؤها ثمرة فؤادي والأئمة من ولدها أمناء ربي حبل ممدود بينه وبين الناس إذن إذا واحد يريد يروح إلى الله يسعى نحو الله يتحرك إلى الله إلى الله المصير إلى الله تصير الأمور إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه هذا لا يكون إلا بأن ندخل في طريق العترة الطاهرة سلام الله عليهم فقط وفقط إذا عرفنا العترة فقد عرفنا الله إذا أحببنا العتره فقد أحببنا الله. إذا أطعنا العتره فقد أطعنا الله عز وجل. فهل نكون كذلك؟ حقيقة يرى الإنسان نفسه مقصر تجاه الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الإمام الذي لم يغفل عن رعايتنا، لم يغفل عن دعائنا، هل غفلنا عن الدعاء له؟ هذا الامام سلام الله عليه اللي هو الوسيط فقط بيننا وبين الله عز وجل، هل ارتبطنا به؟ هل دعونا لفرجه؟ هذه المآسي اللي واحد يشوفها الان في مختلف بلاد الشيعه، الظلم العظيم اللي يقع على الشيعه في سوريا، في باكستان، في العراق، في افغانستان، في مختلف نقاط العالم، كيف يذبح الشيعي لجرم محبته لأنه محب لعلي بن أبي طالب يحب العترة الطاهرة هذه المعاصي التي تكون على الشيعة هل هناك منقذ ومخرج للشيعة غير الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف واحد يدعو حقيقة وهذه الأيام أيام الدعاء وأنتم الآن ضيوف على السيدة معصومة سلام الله عليها وضيوف على الإمام الرضا إن شاء الله دعاؤكم يكون مؤثرا بنو إسرائيل كان الفرج عنهم بعيد أربعمائة سنة ولكن بشدة دعائهم وتضرعهم اقترب الفرج فخرج موسى على نبينا وآله وعليه السلام الدعاء مؤثر هذه مرحلة من مراحل الارتباط بالإمام عز عجل الله تعالى فرجه الشريف أن ندعو للإمام لفرج الإمام بفرج الإمام تنفرج هموم الشيعة ينفرج الهم الشيعي ينتهي ولكن هذه كمرحلة وكخطوة الخطوة الثانية علينا أن. نساعد هؤلاء الشيعة سواء في سوريا الآن في أشد الإضطرار والحاجة بما نتمكن من ماله من إعلام إذا واحد محامي يرفع شكاوى ضد رموز التكفير إذا يتمكن بالإنترنت خليد يدخل ويدافع عن الشيعة يكون إلى موقع يكون إلى صفحة يؤثر يتكلم. أن نحس الهم الشيعي همنا. وإذا أنا ببيتي مرتاح، منو قال بعد سنة هم أنا أكون مرتاح في بيتي؟ راح القضية تدور لا تستقر في مكان. هل أهل سوريا كانوا يعتقدون في فترة من الفترات أن الوضع يكون هكذا عليهم؟ أبداً أبداً. يمكن هذا كان سابع المستحيلات قبل ثلاث سنوات. ولكن أصبح واقعاً. إذا واحد هو يمرض ابنه يمرض تشوف شلون في جزع. شلون يهتم لينقذ ابنه المريض أما يشوف عشرات العشرات المئات الآلاف يذبحون يضطهدون ولا يحرك ساكنا المفروض أن نكون في خدمة شيعة أمير المؤمنين وهذا ما يوجب إن شاء الله قربا للإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أسأل الله دي ولكم دوام التوفيق ببركه الصلاه على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان شاء الله تكون زيارتكم مقبوله، ادعيتكم مستجابه وترجعون الى بلادكم بيد مليئه بالخير ان شاء الله وصلى الله على محمد واله الطاهرين.